السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم لعلاج الكلف والبقع الداكنة في الوجه، أيضا تعمل على شد الوجه وتبييضه في وقت قياسي ومن الاستعمال الأول، يعني ستظهر النتائج خلال الاستعمال الأول. مكونات الوصفة كثيرة نوعا ما ولكنها بسيطة جدا، ومفعولها رائع، يعني من أنجح وأحسن الوصفات لعلاج الكلف والبقع وحتى تخفف من النمش. قبل ما أبدأ في طريقة عمل الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد يدعموني ويشتركوا في القناة، وسأحاول دائما إفادتكم بجميع الوصفات المجربة والناجحة إن شاء الله. قلت هذه الوصفة بسيطة جدا ولكن مفعولها قوي، يعني من الاستعمال الأول ستلاحظون النتيجة والفرق إن شاء الله. ممكن عمل هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، تكفي إذا كان الكلف قوي جدا على الوجه، نستعملها نكررها مرتين أو ثلاثة، يعني مرة واحدة في الأسبوع ونكررها خلال أسبوعين أو ثلاثة وسيختفي المشكل نهائيا. قلت مكونات الوصفة، أول شيء سنحتاج إلى الشابة التي تكون بهذا الشكل، ولكن يجب طحنها طحن ناعم جدا، يعني حتى تصير بودرة، يعني ناعمة جدا، حتى أتحصل على البودرة الناعمة. بعد طحنها أقوم بغربلتها في قطعة شاش رقيقة جدا أو في قطعة قماش رقيقة جدا حتى أتحصل على بودرة بهذا الشكل، يعني البودرة تكون ناعمة جدا بهذا الشكل. هذا هو المكون الأساسي. سنحتاج أيضا إلى النشا، وأيضا نحتاج إلى حليب البودرة، ونحتاج إلى العسل. سأقوم بعمل هذه الوصفة أمامكم. أول شيء سنضيف ملعقتين صغيرتين من الشابة المطحونة، نضيف لها مقدار ملعقة صغيرة من النشا أو الكورن فلاور، وملعقة صغيرة من حليب البودرة، أي نوع حليب نيدو أو أي نوع حليب بودرة. ثم أضيف لها مقدار ملعقة صغيرة من العسل، عسل النحل، أي نوع عسل يكون متوفر عندنا. ثم نقوم بإضافة الماء، يعني شيئا فشيئا حتى تصير عندنا خليط. سأضيف 3 ملاعق صغيرة وأخلط الخليط. ونخلط جيدا حتى تندمج وتختلط جميع المكونات. ونترك هذا الخليط يرتاح لمدة 5 دقائق، نتركه يرتاح لمدة 5 دقائق، يكون بهذا الشكل. ممكن أني نستعمل هذه الوصفة للرقبة، وأيضا تعمل على تبييض أي منطقة داكنة في الجسم. بالنسبة لطريقة الاستعمال، سأقوم بتنظيف البشرة جيدا، يعني يجب أن تكون خالية من أي كريمات أو أي مواد، من الأحسن أني أنظفها بالماء أو أي غسول عندنا متوفر في البيت. الماء من الأحسن يكون دافئ حتى نسمح للمسامات أنها تفتح وتتغلغل فيها هذه الوصفة. ثم نقوم بتوزيع الخليط على كامل الوجه أو الرقبة أو أي منطقة أريد تبييضها.
بالاستعانة بالفرشاة أو أي نوع فرشاة متوفرة عندكم، نوزع الخليط بالكامل على الوجه ونتركه أطول مدة ممكنة، ممكن حتى 2 إلى 3 ساعات، يعني ليس لها أي ضرر. كل ما تركت هذه الخلطة على الوجه مدة أطول، كل ما كانت النتائج أحسن وأسرع. ثم أقوم بغسل وتنظيف الوجه، ممكن أني أستعملها قبل الاستحمام، لما قبل الاستحمام بساعتين أو ساعة ونصف أستعملها وأقوم بالشاور عادي. سوف تلاحظون نتائج يعني مذهلة. هذه هي الوصفة لليوم، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم، أنتظر دعمكم لذلك بلايك وشير للفيديو، أيضا الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.